تكلموا على الانتقادات اللي كتوجه للسي حسين عموتة من خلال جماهير الوداد، ان عموتة يعني مجموعه ديال كاين هذه المجموعه ديال الاسماء وكذا، وان يعني كنتكلموا على اشياء ربما منها انتقام، ما عرفتش فين كاين هذا الانتقام ولا فين كيبان هذا الانتقام. نعم. انا بغيت نعرف يعني كيفاش تعاملتي مع هذه الانتقادات، كانت واحد الحمله اللي هي كبيره تبعناها، كيفاش تعاملتي مع هذه الانتقادات وانت كتهيئ المباراه ديال الجزائر؟ هي اول حاجه يعني هذا الكلام هذا لا يحسب على الجمهور الوداد كله، بعض الاشخاص فقط اللي كانوا تيحركوا هذا الشيء وهما معروفين، معروف النيه ديالتهم. انا عمر ولا كان عندي مشكل مع الوداد، لا مع المكونات ديال الوداد، لا مع اللاعبين ولا مع الجماهير، بالعكس القوه كانت ديالي كلها هي مع الجمهور الوداد، هي القوه اللي كيبحثوا عليها بعض الاشخاص السيئين النيه باش يخلقوا هذاك ربما هذاك الشق بيني وبين الجمهور، اللي كانت هذه هي القوه ديالتي. انا تنظن انه التضحيه اللي دار بها عموتة كتبين على الحسن النيه ديالته. لو كان بغيت انا مصالحي ديالي الشخصيه ربما كنت خديت مجرى اخر، ما كنتش نبقى في المواقف ديالتي اللي كانت مواقف رجوليه وفي مصلحه الفريق. ها وكيعرفوها يعني كل محب ودادي، ما نساوش لانه كاين الناس اللي كيبغيو الوداد ولكن ما تيشتغلوش لصالح يعني الحب العام للفريق او للمصلحه العامه ديال الفريق، وبالتالي كيلقاو اي 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 فرصه باش يخلقوا هذا المشكل. تنظن انه المقابله الاولى اشركت خمسه اللاعبين من الوداد، وهذا تشريف لنادي الوداد انه في المقابله الاولى للمنتخب المحلي خمسه ديال اللاعبين كانوا اساسيين زياده على اشرف داري كان يعني في الاحتياط. في المقابله الثانيه تنظن انه اربعه اللاعبين انا تنظن كانوا، واشرف داري حتى هو موجود وبديع وحتى هو كان مجموعه في المجموعه. الكعبي دخل الكعبي دخل يعني هو الخامس، حتى هو شارك يعني خمسه اللاعبين شاركوا من الوداد، هذا تشريف لنادي الوداد. انا الان مسؤول على المغاربه كلهم، طبعا اي مشكل قام به شي لاعب انا مؤطر باش نصلح هذيك الاخطاء.